في ليلة مغاربية خاصة جمعت أصالة المغرب العربي العريق، أقامت عقيلة القنصل العام للمملكة المغربية بدبي السيدة بديعة البرنوصي احتفالية مغاربية حضرتها الشيخة هند القاسمي وعقيلة القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي وعدد كبير من سيدات السلك الدبلوماسي وسيدات الأعمال والإعلاميات. أهلا وسهلا في بيت المملكة المغربية، وأنا فرحانة كثير أنني مغربية ونمثل بلادي، وياريت يكون الحفل إن شاء الله يكون زعما جميل ويجيب صدى كثير إن شاء الله. وأنا باسمي وباسم جوجي تنهدي وتنقول نقول لدولة الإمارات العربية المتحدة زعما يا ريت تدوم هذه المحبة ما بين المغرب والإمارات. الاحتفالية اشتملت على عروض القفطان المغربي لثلاثة من المصممات المغاربيات، حيث قدمنا أجمل التصاميم للقفطان المغربي، هذا اللباس التقليدي الذي حافظ على وجوده منذ أزمنة بعيدة. أول شيء مرحبا بكم، وإن شاء الله العرض الأزيائي ينال إعجابكم. أنا حاليا بمر قدامكم إن شاء الله تشوفون تشكيلة من القفطان المغربي قطعة وقطعتين كوليكشن ربيع 2016 بموديلات يعني منوعة قصات جديدة، إن شاء الله تنال على إعجابكم. كما اشتمل الحفل على منتجات طبيعية مصنعة من أراضي المغرب الغنية وعلى مأكولات شعبية، وقد غلفت هذه الاحتفالية بنغمات الطرب الأصيل للفن المغربي بإيقاعاته الرنانة التي تأخذنا إلى أعماق الحضارة المغاربية الممتدة. أنا بحكم أني فنانة صار لي تقريبا 19 سنة في الفن، طبعا بدايتي كانت من البلد الجميل هذا طبعا، وتعاملي مع كبار الفنانين ما شاء الله، وأول ما تكرمت كرمتني شيخة فاطمة في حفل تكريم اللي كان في مركز راشد، وبعدين تعاملت مع الدكتور عبد الرب دريس، مع الأمير محمد بن فيصل، مع الدكتور يعقوب بيزي، يعني جل ما شاء الله الفنانين اشتغلت معهم. صراحة الفن المغربي لا يعلى عليه صراحة، يعني فن الحمد لله واخذ واحد الصيت كبير. تأتي هذه الاحتفالية ضمن أنشطة القنصلية العامة للمملكة المغربية في دبي لإبراز الوجه الثقافي والاجتماعي للمملكة المغربية الشقيقة.